مرحبا بكم معايا زفينات ديالي في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا اللي كان هو التتمه ديال الفيديو اللي قبل منه اللي بديت معاكم فيها اختي التحضيرات للعراضه. فالمهم هنايا كنت وجدت هكا التكيشيطه ديالي اللي غادي نلبس، وجدت كاع الحويجات هكا اللي غادي نحتاج معاها، وقلت ضروري ما نشارك معاكم هكا شنو غنلبس. المهم ان شاء الله غادي نلبس هاد التكيشيطه هادي، هاد التكيشيطه البنات هادي كيقولها مبرات ليجا. فالمهم صراحة أنا البنات أنا مشيت تل آخر لحظة باش نكري، كنت مشيت شوية معطلة وما لقيتش اختيارات كتيرة مع بحال اللي عرفتو، كنت في الكاموني وجيت شوية روطار ونسيت صراحة ما مشيتش قبل، ما حنا راه معروضين شحال هادي، نسيت بأنني بعدا كون هي مشيت هكا يعني شفت التكيشيطة اللي غادي نبغيو هذا ونخلي فيها العربون وصافي. أنا نسيت، طارت لي من بالي ومشيت تل آخر لحظة. صافي صراحة داكشي اللي لقيت عجبتني فيه هاد التكشيطة هادي، هذا البنات بهاد الفيغ بيترول هذا، أنا من عشاق هاد اللورا عندي فيه جليلبة. المهم أنا البنات صراحة الناس اللي كيعرفوني أنا من عشاق الخضر بجميع الدرجات ديالو، كيعجبني الخضر بزاف ما عرفتش علاش كنميل ليه، والفوقي ديالها راه حتى هو داك الفيغ بيترول غير مع هكا هاد المبرتليجة هادي بحال كتبقى تموج. المهم كيبان بان لي كيبان في التصوير بحال لا كحل، ولكن راه ماشي كحل الصراحه. هذه هي اللي عجبتني واقتنعت بها. المضمه غنلبس لها هاد المضمه هذه، ونيت منين كريت التكشيطه كيعطيوكم هكا معاها بغوش هاد الشمارات هادو، وقلت غادي ندير معاها هاد الشال ديالي هذا بان لي غادي يجي معاها، هو اللي بان لي غادي يجي معاها، ما كاين اختي لاش نشوف شال اخر، عندي شال اخر مغلوق على هذا ولكن بان لي هذا غادي يجي حسن. صافي وجدت هكا البواطه ديال لي زاكسيسوار ديالي، البارفان ديالي، الزوج ديالي حتى هو وجدت له هكا حويجات، والصراحه ما بغاش يلبس كوستيم، قال لك اختي الصهد على لي كوستيم، غيلبس غير هاد القويم جهادي دلولان وهاد السريويل د لاطوال. المهم تما صلحتهم وجدتهم ليه باش يجي يلقى حويجات وموجودين، ماشي عادي يبقى واحل معاهم. إذا اختي ما غنديهمش. انا اختي كيعجبني العراضه نمشي خفيفه. ما نديش معايا الوليدات والله الا واخا بقى فيا كامل مسكين لاصق باغي يمشي، ولكن قلت ليه لا غير بقى ولدي ما كيلاش، يعني كنبقى تنبرزطه معاه، هو داغي غادي يبغي ينعس غادي يعيا وهذا، فقلت ما كيلاش نديهم هكا العرس غير غيعيا، وراكم عارفين الوليدات واخا هكاك ما كيستمتعوش هكا معنا بالعرس بحالنا حنايا. صافي وعدتهم ان شاء الله تاي فوت العرس وندير لهم شي خريجه هكا ان شاء الله زوينه. ايوا صافي زوينه ديالي، دابا غندوز اختي نوجد راسي ونلبس ان شاء الله هكا التكشيطه ديالي ونوريكم اختي، وقولوا لي الراي ديالكم كي جاتني التكشيطه زوينه ديالي. المهم اختي وجدت راسي باش غادي نمشي ولبست اختي التكشيطه ديالي، قولوا لي كي جاتكم اختي التكشيطه. ما هاد الشده ديال الشال ما درتها حتى سخفت، ما عرفتش اختي شنو وقع لي اليوم، والله الا موالفه داغي كنقاد الشده ديال الشال، واليوم ما عرفت مالها اختي شدات معايا العكس سخفاتني قبل ما نمشي للعرس، عاد قديتها حاولت انني نقاد هكا واحد الشده درت لها البوني باش يبقى شعري مغطي، وفي نفس الوقت هكا اختي يبانو زويقات ديالنا وما يتعرش ليا عنقي. ايوا المهم اختي تقاتلت باش خرجت هاد الشده هادي، الا بغيتوها قولوا لي نعاود نتقاتل معاها ونوريها لكم. ولبست هاد البروش هذا اصلا كيجي مع التكشيطه، يعني عطاتو لي نيت السيده اللي خديت من عندها التكشيطه. وصافي اختي وكانت هذه هي الاطلاله ديالي اختي اليوم، الاطلاله ديال اختكم سعاد باللباس التقليدي التكشيطه اختي المغربيه اللي كتبقى دائما اختي كترمز ما شاء الله الفخر ديال بلادنا، والله العظيم شي حاجه كنفتخروا بها فعلا. وهانتوما تتقولوا لي رايكم كي جاتكم التكشيطه ديالي، هانتوما راه قلت لكم راها فيغ كارناغ، وما عرفتش اختي علاش في التصوير الفوقاني ديالها كيبان كحل، اما راه حتى هذا راه فيغ كارناغ. وها القفيطين ديالها، وعرفتوا في الاول لبست لها صنديله هكا في الدوغي وسويك في الدوغي، وبان لي اختي هذا الشيء غيجي شاعل. نقول لي شاعل داكشي علاش قلت بلا ما نلبس هكا الصنداله والصاك في الدوغي وقلبتهم في الكحل. انا نوريكم الصنديله اللي لبست معاها، وتنتوما عطوني اختي الراي ديالكم وقولوا لي اختي كي جاتني التكشيطه كي جاتكم اختكم سعاد. انا هبطت الكاميرا ونوريكم اختي باش تبان لكم الصنديله، لبست هكا صنديله في الكحل، والصراحه بانت لي الصنداله كحله جات حسن من انني لبست صنديله في الدوغي، حتى تعطوني نتوما رايكم، واخا المهم راني غاده ليها غتعطيوني رايكم غيكون سهل العرس. هو المهم هانتوما هكا راه بانت التكشيطه اكثر، شتي هكا غتبان لكم كيفاش كتجي في اللبسه.
كتجي هكا عندها فتيحات هنايا صراحه كتجي زوينه. درت اختي الشمار شمرت اختي شويه ما بقيتش نشمر بزاف راكم عارفين كيلاش المغرب يدينا بزاف صافي اختي. وكانت هذه هي اللبسه ديالي اختي ديال باش غادي نحضر في المناسبه ديالنا اليوم وصافي الزوينات ديالي. المهم اختي هذا الشيء اللي كاين حاولت اختي نشارك معكم التحضيرات ديالي للعرس ديالنا اليوم. ومن هذا الفيديو هذا ما ننساش اختي نعاود نقول لعروستنا الله يكمل عليها بالخير والله يسهل عليها وتحقق كاع داكشي اللي كتمنى ان شاء الله. الله يسهل على كاع البنيتات كل وحده تحقق داكشي اللي كتمنى في حياتها وعلى الجميع بطبيعه الحال الزوينات ديالي. ودابا اختي راه ما بقى لنا الا نتوكلوا على الله نمشيو اختي للعرس راه حنا تعطلنا. ولكن اصلا الصراحه القاعه ما بعيداش علينا بزاف يعني راه واحد 5 10 ديال الدقائق كاع الماكسيموم مع دابا هاد الوقيته كيكون شويه الزحام في الطريق ها حنايا تما. ايوا هادشي اللي كاين. المهم الزينات ديالي هانتوما اختي مدوزين معايا لا فيديو ديالنا اليوم.